وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يفتح علينا ويبارك لنا ويجعلنا في سعة ويجعلنا دايما بعيد عن مخاوفنا. انتوا شايفين المخاوف بتعمل ايه من الناس، ففي دعاء مجرب في نفي كل كرب ونفي كل مخاوف عنا. تعالوا نقول لمولانا: يا سيدي ويا من أنت أقرب إلي مني ومن كل مخاوفي أمني، وبمددك على السير في طريق حبك أعني، وبلطفك من كل أوحال اغسلني، ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي، وأنك لغيرك لا تكني. نعيد هذا الدعاء مرة تانية، وياريت لما حد يكون مارر بأي كآبة أو ضيق أو حزن أو خوف يقول الدعاء دوت: يا سيدي ويا من أنت أقرب إلي مني ومن كل مخاوفك أمني، وبمددك على السير في طريق حبك أعني، وبلطفك من كل أوحال اغسلني، ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي، وأنك لغيرك لا تكني. يا رب ببركات حضرة النبي إن إحنا الآن بنذوق شهد أنوار سيرته، بارك لنا واستجيب لدعائنا يا رب العالمين، ونفضل في إيد حضرة النبي ونقول له: وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. بارك لنا يا ربنا في أعمارنا وفي حياتنا وفي أرزقنا، وسع علينا ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ارزقنا وأعنا واحفظنا يا كريم.